السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، طلبة المرحلة الثانية للدراسة المسائية. محاضرتنا لهذا اليوم هو في موضوع الماتلاب. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن بعض العمليات التي تجرى على المصفوفات الماتريسيز وكيفية تمثيل هذه العمليات وتنفيذها في برنامج الماتلاب. محاضرتنا لهذا اليوم Lecture 10 راح نتناول بها Some Operations on Matrices in MATLAB Program، بعض العمليات على المصفوفات في برنامج الماتلاب. نمبر 1، الفقرة الأولى to determine، لتحديد the value، قيمة in a matrix، لتحديد قيمة في المصفوفة and display it، وعرضها. إذن هذه إن الفقرة الأولى هي شلون أحدد قيمة في مصفوفة وأعرضها. Example، مثال إن هذه الماتريسيز، طبعا بعد أمر بعد هذه البروجكت نبدي بكتابة المصفوفة. المصفوفة راح أسميها كابيتال أي، وأبدي كتابة عناصر هذه المصفوفة. أفتح قوس وأكتب 1 سبيس 2 سبيس 3، هذا خلص الصف الأول. أبدي بالصف الثاني، لازم أكتب سيمي كولون، هذه فارزة منقوطة، وأبدي بالصف الثاني اللي هو 4 سبيس 5 سبيس 6، بعدين سيمي كولون، وأبدي بالصف الثالث اللي هي 7 سبيس 8 سبيس 9. أسد القوس وأنطي إنتر. من أنطي إنتر راح يعرض لي هذه المصفوفة، يقول لي أبا المصفوفة أي هي هذه عناصرها وهذه الصفوفة وهذه أعمدتها. بعدها هسه أن هذه لاستدعاء العنصر الواقع في الصف الثاني والعمود الثالث في المصفوفة أي. هذه المصفوفة أي شلون أستدعي العنصر الواقع في الصف الثاني والعمود الثالث، يعني شلون أستدعي هذا العنصر اللي هو 6، شلون أستدعي باستخدام برنامج الماتلاب، يعني كيفية استدعاء عنصر في مصفوفة باستخدام برنامج الماتلاب، استدعاءه وعرضه، سوي له ديسبلاي. هنا حتى أستدعيه راح طبعا بعد هذا المؤشر نكتب اسم المصفوفة، احنا سميناها المصفوفة هي كابيتال. بعدها انا يا عنصر اريد استدعي، اريد استدعي العنصر الواقع في الصف الثاني، اذا افتح قوس واكتب 2 للدلالة على انه اريد العنصر في الصف الثالث. وبعد والعمود الثالث، يعني هذا العمود الثالث كده، وأطي أنتر. من أنطي أنتر راح يعرض للأنسر أنه ترى هذا العنصر اللي استدعيته أنت اللي هو الواقع في الصف الثاني والعمود الثالث هو قيمته 6. وفعلا لو نلاحظ أنه هذا هو العدد اللي استدعيناه، لأن يقع في الصف الثاني والعمود الثالث، هذا هو العنصر. هسه عندنا استدعاء العنصر الواقع في الصف الثالث والعمود الأول في المصفوفة أي. نيجي أيضا نكتب هذا بعد هذا المؤشر، أكتب اسم المصفوفة مالتي سميناها إحنا المصفوفة أي. أجي أكتب اسم المصفوفة كابيتال أي. بعدها يا ريد يا عنصر استدعي في الواقع في الصف الثالث، أجي أكتب بالبداية الصف وبعدين العمود ويا عمود العمود الأول. بمجرد ما أطي أنتر راح يعرض للأنسر أنه يقول لي هذا العنصر هو 7، وفعلا أنه 7 يقع فيها الصف الثالث العمود الأول. هسه عندنا ثالثا باستدعاء عنصر
لاستدعاء عناصر الصف الثالث في المصفوفة أي. هسه أريد كل عناصر الصف الثالث في المصفوفة أي. راح أكتب أي، يا أنا أريد الصف الثالث أكتب ثلاثة فارزة. من أريد أستدعي كل عناصر الصف أخلي هذه العلامة هذه وأنطي إنتر، راح يستعرض لي كل عناصر الصف الثالث. يعني أنا في هنا في العمود أخلي هذه الإشارة، من أخلي هذه العلامة راح يستدعي لي كل عناصر الصف الثالث. وفعلا لو شفنا الصف الثالث هو 7 8 9 استدعاهم كلهم. زين هسه عندنا لاستدعاء عناصر العمود الثالث في المصفوفة أي. هسه أريد منه العمود الثالث، شكتب أكتب أي بالصف أخلي هذه العلامة اللي استخدمناها هنا أخليها وين هنا هسه بالصف. أنا أريد العمود الثالث وبالعمود أكتب 3، فمن أنطي أنتر راح يستعرض لي كل عناصر العمود الثالث اللي هي هذه بالمصفوفة أي، هذه 3 6 9. فعلا هنا طلع 3 6 9. خامسا لاستدعاء عناصر القطر الرئيسي في المصفوفة. هسه احنا لو تكتبون هنا عليه القطر الرئيسي وين، هذا هو القطر الرئيسي، يعني عناصر القطر الرئيسي بالمصفوفة كابيتال اي هي 1 5 9. شلون استدعي ذني العناصر باستخدام برنامج الماتلاب؟ راح استخدم ان يساوينا هنا دايل يعني هي كلمة دايجنال يعني القطر، دايجنال يعني ماخذ المقطع من كلمة دايجنال معناها القطر، المن المصفوفة اي. فبمجرد ما انطي هذه انت راح يقول الاي هي 1 5 9 وهذا يمثل عناصر القطر الرئيسي في المصفوفة اي. فاذا حتى استدعي عناصر القطر الرئيسي في المصفوفة راح نستخدم هذه الفانكشن، هذه دايل اوف يا هي المصفوفة هنا هسه كتبناها اسم المصفوفة اسمها كابيتال اي، فبمجرد ما اعطي انتر راح يستدعي لي كل عناصر المصفوفة. هسه عندنا الفقرة الثانية to remove لإزالة أو لحذف one row لإزالة أو حذف صف واحد أو or one column أو عمود واحد from the matrix. هسه شلون أزيل أو شلون أحذف صف واحد أو عمود واحد من المصفوفة؟ كيفية إزالة عمود أو عمود واحد أو صف واحد من المصفوفة. To remove one row or one column from the matrix. Example. هسه عندنا هذه المصفوفة B اللي هي هذه عناصرها تكتب بهذا الشكل، يعني هذا الصف الأول هذا الصف الثاني الصف الثالث. بمجرد ما أعطي انتر راح يستعرض لي المصفوفة بهذا الشكل. هسه إن أول بحذف الصف الثاني في المصفوفة ب، هاي المصفوفة الثانية البي كابيتال بي، أريد أحذف هذا الصف الثاني كله، شو راح أستخدم؟ يا إعازة استخدم الماتلاب اللي من خلاله راح يحذف لي هذه العناصر هذه الصف. راح استخدم بي يعني اسم المصفوفة كابيتال بي، يا اريد احذف الصف الثاني 2 يعني دلالة على الصف الثاني فارز هذه العلامة واكتب يساوي قوسين فارغات يعني قوسين فارغة، أطي أنتر، فبمجرد أطي أنتر راح يحذف لي هذا الصف الثاني.
فتكون النتيجة فقط اعرضي هذا الصف وهذا الصف، والصف الثاني راح يزيله، راح يحفه.